اكتسى معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعلام الكويت احتفالاً بالأعياد الوطنية وسط أجواء مفعمة بالفرح والسرور. موظفين المعهد وأبناء معهد الكويت للأبحاث العلمية يقدمون التهاني والتبريكات إلى شعب الكويت وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء وجميع شعب الكويت. الكويت تحتفل بالأعياد الوطنية والمعهد واحد من المؤسسات العلمية اللي موجودة في الكويت يحتفل بهذه المناسبة الغالية على كل كويتي وكل مقيم على هذه الأرض. نهني طبعا سمو الأمير بهذه المناسبة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويتي قاطبة بهذه المناسبة، وإن شاء الله الكويت دائما وأبدا في أمن وأمان وتقدم وتنمية مساهمة البحث العلمي إن شاء الله. وعن الخطط المستقبلية للمعهد، هناك العديد من الخطط والمشاريع والأبحاث التي تحقق للكويت الريادة في التنمية والازدهار. هناك إنجازات كثيرة، يمكن إحنا الآن أعلننا عن إنتاج محلي مميز من البطاطا اللي هو تعتبر من درجة ممتازة وتقاوم الأمراض، فممكن أن تساهم في ربع الإنتاج البطاطس في دولة الكويت مع المزارعين، ورو إن شاء الله باستخدام الزراعة النسيجية. هذا من واحد من الإنجازات اللي أذكرها. طبعا إحنا راح ننتهي إن شاء الله من الطاقة المتجددة في مشروع الشقاية خلال هذا العام. في هذا اليوم الحلو ما أقول إلا كل عام والكويت وأميرها وشعبها بألف خير يا رب، والله يعود أفراحنا يا رب ويعطينا الأمن والأمان ديرتنا الحبيبة. تضمن الحفل تكريم المخترعين من باحثي المعهد وأصحاب براءات الاختراع، واستمتع الموظفون بفقرات ترفيهية وأغاني وطنية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.